شوف الله يجزيكم بخير. قال لهم واحد الاخ قال لهم نتمنى ان لا ننصاع خلف الوعود غير مرسمه بوثيقه بمفهوم المخالفه، يعني راه كاينه وعود غير هي ماشي مرسمه، غير هي ماشي مرسمه. راه كنتحداو هاد الناس حنا يخليونا ندخلوا ونواجههم الحجه بالحجه، لان يفترض فيهم خصهم يكونوا محامين، ماشي لي الناس شي مباراه وباع الناس يتهم الناس في اعراضهم وفي كرامتهم. واقسم بالله وهو امين يشهد على انني نهار بدات التسريبات ديال لي زوديو كيضربوا في الاعضاء قلت لهم ها السيناريو اللي غادي يوقع، ولكن ومع ذلك امين غلط وكونت تنسيقيه وعطاها شرعيه. خلينا نشوف دابا بالله عليك، شو هادو باقي ما خدموش واش داروا المنع وكذا وكذا، هادو اش غيديروا؟ هادو دابا دخلنا لك بالله الا عطيتيهم بالله السوداء وليو محامين اش غيديروا؟ راه خطر على جسد العداله ككل. هادو الملف ديالنا ملف فساد، والفساد شنو غيسد هذا الملف؟ المحاسبه. تاع ادوار خصك تنشروها في الصحافه وندوز امتحان امام الملأ. كنت كنستحق ندوز تبارك الله، ما كنتش كنستحق ما ندوش. ماشي غناسر واحد المنطق اللي دوا غندو نخافوا منه غنعطيو حقوق الصحه. الحين بلاش نادا مرصبه في امتحان الالي مزاوله سمعات المحاماه اليوم تنكتشف بحالي بحال جميع الناس اعلان في لي ريزو سوسيو بندوه غيعلنوا فيها الحل ديال الطي النهائي للملف. شكون هادو؟ واحد المجموعه سميتها التنسيقيه الوطنيه للمرصبين، هو مولود غير شرعي من اللجنه الوطنيه. حيتاش علاش؟ حيتاش حنا كنا كنطالبوا مطالب مشروعه شنو هما؟ الغاء الامتحان، اعاده الامتحان بظروف شفافيه ونزاهه، والمحاسبه في اطار المعالجه الوديه يكون امتحان شفوي للجميع ونطبقوا عليه القرار الوزيري اللي خالف به السيد وزير القانون. هاد الناس ما بغاوش هاد المطالب، بغاو مطالب ريعيه وانتهازيه، وانا شخصيا وصلتني اتصالات كيقول لك الاليه المباشره. ونزيدك ما اكثر من ذلك، لان الخطاب ديالنا كانت فيه التوابيت الامه تدرى كيعيطوا لي كيقولوا هناك همهمات على ان التعليمات هذه ساميه اللي دخلت مؤسسات الوسيط. وانت ملي كتسمع تعليمات ساميه استاذ صافي الموضوع راه غيتحل، راه مابقاش عندك الحل، مابقاش عندك الحق لانك تخرج دوي ولا ترافع ولا شي حاجه. خلاونا رجعنا للور، ولا اللي كيخرج وضع شي سؤال كينزلوا عليه بالسب القذف التشهير. انا ما عمرني ما خرجت اون بلان بيبي كنقول انا شنو واجهت وشنو واجهت، ولكن نقدر نقول انا العنصر النسوي اللي كان الصوت ديالو هو اللي عالي في هذه المعركه. جميع انواع ديال العنف النفسي شفتو من عند هاد الناس، لا تنسيقيه لا مجموعه ديال الاشخاص، ومع ذلك بقيت على نفس المبادئ. خرجوني كنضرب توابيت ديال الامه، خرجوني على انني كنضم واحد المنظمه، راه هادشي خطير. اليوم جينا غير باش نحضروا هاد الندوه نعرفوا شنو هو هاد الحل النهائي، وشنو استفاد هاد الناس اللي باغيين يسدوا هاد الحل. انت كيف ما قلتي حنا هما الرموز اللي كنا في المعركه، ما العيب لان حنا بغينا غير واحد الاعلان رسمي لجميع المرصبين، فما حنا ما رموز ما والو. لا اليوم حنايا في الباب تسد علينا الباب في وجهنا، ما خصناش ندخلوا. اذا لا كان شي حل، انتم مقصرين منه شي زعما. نقول واحد الحاجه، راه ما يكونش حل، راه مؤسسات الوزاره ملي جلسنا معاها قالت لك الحل هو امتحان جديد. هما يريدون باغيين يعطيو صك براءه لهاد المسؤولين على هاد الفساد. ما فهمتش انا شنو السبب. انا ما غاديش نتهم حتى شي واحد نقول على انهم عطاوهم وعود، حيت انا راه كنعرف شنو هي الدوله، كنعرف شنو هو مؤسسه الدستوريه. واش مؤسسه الدستوريه كوسيط المملكه واش غادي غطيح راسها في هاد النيفو غتولي تعطيك وعود رعيه؟ حتى انا جو بونس با. لهذا انا نهار خرجت في اللايف وضعت مجموعه ديال التساؤلات. مؤسسه الوسيط دخلت، نحن نثمن مجهودات مؤسسه الوسيط، ولكن مؤسسه الوسيط الطريقه ديال التواصل ديالها هي ضبابيه. واش كاينه شي مؤسسه دستوريه كتواصل معايا بتدوينات فيسبوكيه؟ انا لا اقبل هذا. انا كمرصبه من حقي على انك تخرجي لي ببلاغ باعلان. ثاني حاجه، مخرجات ديال الاجتماع ديالك مع وزاره العدل، مع رئاسه الحكومه، مع هيئه المحامون، شنو المخرجات؟ عندي الحق بلا لو 31/13 على انني دو داكس على انفورماسيون بيبليك غوفيرنمونتال تخرجي لي المخرجات. كذلك مؤسسه الوسط شنو الدور ديال الانصاف والعداله؟ هادشي اللي كيعطي الاختلاف بينه وبين مؤسسه القضاء، لان انت ما غتجيبي واحد الحل غتجيبيه منصف وعادل وفيه الشموليه لجميع المرصبين. ما بقيناش خصنا ندوي على جميع المرصبين، دويتي انت ما كتسواش. دلا الاخ امين على ان هذه خطه داروها باش يقصيو المناضلين اكسيتيرا. انا ما كنشوفهاش بحال هكا، كان غلط ديالنا حنايا، كانت ازمه ثقه اللي تولد عليها هذا المولود غير الشرعي من اللجنه الوطنيه. واقسم بالله وهو امين يشهد على انني نهار بدات التسريبات ديال لي زوديو كيضربوا في الاعضاء قلت لهم ها السيناريو اللي غادي يوقع، ولكن ومع ذلك امين غلط وكونت تنسيقيه وعطاها شرعيه. فمن بعد ذلك قصاوه وخرجوا عليه بلاغ، ومراه عاوتاني بدا اللي كيشوفوه بشو هامهامات ان تعليمات ساميه، الناس الطماعه قالوا لهم الاهليه المباشره، سكتوا النضال. ولا اللي كيخرج كياكل عصا، راه تو بي با ايماجيني لي زوديو ولي فيديو والميساجات اللي كيوصلونا.
راه هاد الناس راه وصلوا لواحد النيفو طالع، انا ما غاديش نتهمهم بالسميات حتى شنو اللي غادي نبغي ندير الشكايه ديالي راه غنتابعهم. انا بغي نقول غير رساله واحده، الملف ديالنا ملف فساد، والفساد شنو غيسد هاد الملف؟ المحاسبه، المحاسبه ديال لجنه مشرفه على الامتحان، وزاره العدل، وكل من تواطأ مع هاد الناس، لان وزاره العدل خاصها تخرج ليا تحقيق ما خرجاتوش، القضاء حكم ليا في الشكل ما حكمش ليا في الموضوع، مؤسسه الوسيط بوغ لو مومون ما عطات حتى شي حل، يعني مازال هناك حل. نبغي نقول هاد الناس يديروا اللي بغاو، راه الملف ما غاديش يتسد بك وانتم ما عندكمش الصفه. وكذلك المرصبين اليوم كاملين في الجروب كيقولوا على ان التنسيقيه الوطنيه لا تمثلنا، لهذا انا هذه هي الرساله اللي نبغي نقول لهم. كانوا في الوقفات سي فري، داروا اضراب عن الطعام، داروا وقفات، حتى شي واحد ما ينكر هادشي، ولكن وصلنا في واحد اللحظه اللي نشقوا ولاو مسمين راسهم تنسيقيه وطنيه، ولاو كيحاولوا ياخذوا الشرعيه، ولاو كيديروا شي حوايج اللي غير مفهومه. شحال من مره حاولنا نديروا تواصل، حاولنا نجيبوا لم الصفوف، كتغمض عينك على بزاف الحوايج، وهذا هو الغلط اللي درنا. فمين ما كتبان لك الامور خرجت. وكاين واحد الجمله كيقول لك على انك الا درتي واحد الجيش من 100 اسد وقادوا كلب راه غيموتوا دوك الاسود بحال الكلب، وكذلك الا قدرتي واحد الجيش من 100 كلب والقائد ديالو كان اسد، دوك الكلاب غيهاجموا بحال الاسد، وهادشي اللي وقع لينا حنا. وشكرا لك. السلام عليكم ورحمه الله. كيف كيعرف الجميع يعني خدنا واحد النضال مرير منذ بدايه الاحداث ضد وزاره العدل، ضد جمعيه هيئه المحامين المغرب، ضد اي واحد تواطأ في هذا الملف ديال المحاماه. بقينا غاديين بالصمود ديالنا، فاذا بواحد الجهات معينه التي نعوزها لوزاره العدل غتسخر واحد الزبانيه ديالها وبياضقه باش غينسفوا غيحيدوا جميع الرموز ديال المعركه. اتهمونا بالخيانه، اتهمونا باننا بعلم الماتش، اتهمونا بجميع الاتهامات. فاذا بنا رجعنا اللور وخليناهم مع مؤسسه الوسط، لكن اتضح فيما بعد بانهم هما اللي باعوا الماتش، وعندنا وسائل اثبات السمعيه والبصريه والمكتوبه باش نواجههم ونأكدوا بان الشعب المغربي ان هاد الناس تواطؤوا باش يدبروا على راسهم في وظائف في الريع، باش يدبروا على راسهم في المحاماه في الامتحان الجاي، على حساب النضالات ديالنا. خير دليل، خير هادشي، هاد الفضيحه اللي طرات دابا اكبر من الفضيحه الاولى، لان شنو؟ غنوليو نعطيو الحقوق للناس ما كتستحقاش، غير مجرد انك دويج مرات صافي راه خصك تاخذ واحد الحق. فباش والاكثر من ذلك انهم كذبوا على السيد وسط المملكه، كيقولوا على السيد وسط المملكه بانه قال لهم الناس اللي عندهم انتماءات سياسيه ما غاداش تدوز. واش هاد الهضره يقول لا بغى السيد وسط يتاكد من هاد الهضره، ماشي ديات نديو ليه وسائل باش يسمع هاد الناس اش قالوا اش كذبوا عليه. وهاد الهضره راه يعني مجرمه دستوريا وجنائيا في المواثيق الدوليه الى غير ذلك. خير دليل انهم دايرين واحد الندوه اليوم، دايرين العنوان ديالها ما يسمى بالطي النهائي، صافي هما قرروا بان طواو الملف ياك، وما مخليناش ندخلوا، علاش؟ لان خايفين التواجه. كنعرف انا محامي كيامن بمبدا التواجهيه، الحجه بالحجه، الا كانت عندك حجه اقوى من حجتي قولها، ولكن امامي نعطيك الحجاج الادله، ولكن انتم ما مخليناش ندخلوا. دابا بالله عليك شو هادو باقي ما خدموش، واش داروا المنع وكذا وكذا، هادو اش غيديروا هادو؟ هادو دابا دخلنا لك بالله الا عطيتيهم البدله السوداء وليو محامين، اش غيديروا؟ راه خطر على جسد العداله ككل هادو، ولا كفاءة قانونية لهم، راه سيبيلو وطلعوا على ظهر الناس المرصبين، وكنتمنى يديروا لهم شي شفاوي. هاد الناس راه غدرونا كاملين، كنا كنقولوا كناضلوا مجموعين، فإذا بالناس غادا تبيع تجلس مع ناس اخرين تبيع وتشري. النضالات ديال المعطلين اوسخ نضالات. لا شخصيا ما تعرض علينا والو، اش غيتعرض عليا؟ لان عارفين راسي قاصح، عارفين ما كاينش المهادنه، عارفين ما باغين والو. انا كنقول لهم امتحان جاي مستعد ورقتي تنشروها في الصحافه وندوز امتحان امام الملا، كنت كنستحق ندوز تبارك الله، ما كنتش كنستحق ما ندوزش، ماشي غناسر واحد المنطق اللي دوا غندو نخافوا منه غنعطيو حقوق الصحه. هاد الناس خطر على جسد العداله، لان هادو اللي دخلوا هادو هما المصريه ديال العداله اللي دخلوا. وشكرا. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.